قولوا لي فما صوت والا ما فما صوت؟ حسيت لهم قبيله كنحب نشوف كان فما صوت ولا لا، ما فهمتش. فما عندي مشكله متاع الصوت، ما عرفتش شنو. فما صوت تسمعوا فيا برسمكم قولوا لي، راني صوتي مبحاح. الو، حد يبعث لي ميساج يقول لي فما صوت والا لا. برك الله كل ما يبعثوا صوت 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 صوت. ترى سي بون، صبري قالي سي بون فما صوت. والله تبارك الله ما شاء الله، معناتها 30 كا وفي مزلت في لحظه حسيت راح حطيت اللايف، حسيت لو كان ما شاء الله حد الحكومه قال راهو فما لايف خرج الشباك. سامحوني البارح بقيت في الوقت نحكي معاكم، كنت لي هي مانيش واحد متفرجكم معايا، بس شفت السوريات صارت وترهدت. وبلوس اليوم سان فالونتان بريفي اليوم باش نمشيو نعملو سبا باش نخرجو نتعشيو، ما فماش عشي ما فماش سان فالونتان بليسك عندي لايف 9 متاع الليل، حاولت نقعد اكثر مي قلت ميسالش حاجه ابجل من حاجه باش نحكي فيها سورتو بين حسني الكليم. الحقيقه باش منقولكمش فرش فرش شويه عم فرش في كل شيء، كل واحد لخص. الحقيقه ما عنديش الوقت نسمع اللي لخصوهولي الكل سورتو الكذبه نتاعها، معناتها انتو دي كان نحب نقول والله برافو ليا اللي انا ربيتك في نهاري في نهاري، رديتك مرا متربية تحكي برزانة تحكي بالكلم زيد ماكش تهدد في قمة الاخلاق والقيم. والله برافو ساسن فريمون، عملت انجاز عظيم اللي ما قدروش عليه العبيد الكل من اللي طلعت التلفزة توا، قدرت علي انا في نهاري برجو لي عملت حاجة كبيرة ياسر. اللونجاج نتاعي اللي تحكي عليه اللي انا نحكي بكلام زيد، هذاك اللونجاج نتاعك هذاك منطقك. انا هبط المستويك خاطر انا قبل نحب نفسر للعبيد اللي تحكي على الصحبه والعشره واللي تحكي لي انا غدرتها وعملت لها وقديت لها واللي هي صرفت عليا وعطتني فلوس وشهريه كنت بنيشتها وشوفرها ودرشنو ودرشنو ودرشنو، هذا الكل تنجم تنجم ايتاب باغ ايتاب. انا باش نحاول ديما نفهم الانسانة هذي انا عرفتها دخلت الداري صاحبت كوارجي، بس انا كنت تعرفوا لي انا كنت ماخذة كوارجي باه. الانسانة هذي كي ما عادش مع الكوارجي دخلت في ديبريسيون، معناتها حتى ليكس راجلها معناتها يعرف شنو هذا. وقفت معاها دخلت لداري تاكل وتشرب تقعد عندي بالاشرة، ما عنديش كهرباء نهزوها ونجيبوها ونتحملوا لها بيلة ونتحملوا لها حسيلو تقربيع نتاعها. وقفت معاها باللي نقدر وربي حسبني على الكلام هذايا. كي دخلت لداري حسبتها اختي، اختي اللي ما جابتهاش امي ختنا عندي كنت ثلاثه اولاد، هي تعرف لي انا كنت نقول لها انت اختي اللي ما جابتهاش امي، معناتها كنت كيما قالت هي صغارها هي صغاري، صحيح صغاري كانوا هما صغارك وانا ما ننكرش هذا، واللي انت بالحق فرحت بهم وسفرتهم وهزيتهم، واللي ينكر جميل كان الكلب، وانا زيدا هديتي وسفرتني وهزيتني وانا عمري ما نكرت هذا، واللي يسالني ما نقولش لي كيما عملت لي ديكادو عملت لك ديكادو، وكيما وقفت معايا وقفت معاك اكثر من انت وقفت معايا، وانت تعرف احنا عشت 8 سنين لكن انت طيحتها في الماء. سي فغي انا هزيت يدي وعطيتك كف، انا مانيش هكيكا ما نحكيش بكلام زيد، ثم يذول يتابعوا فيا عندكم سنين على انستغرام ما عمري ما حكيت هكيكا. اما هي المراه هذي تجاوزت حدودها، كي انا مره ولا سكت شفتو ضعف، مره ثانيه كي سكت شفتو ضعف، مره ثالثه كي سكت شفتو ضعف، وصلت بها الدنيئه تبعث لي واحد من صحبتهم من المعرسين يطلب المانجر نتاعي ماضي ساعه نتاع الليل يقول باش نبكيك ومبكي امك واختك عليك، وهي القحبه حابش نقولها على اللايف باش نبدا الناس الكل يبدا في بالهم الكلام، باش مبكي بناتها اش معناتها؟ بعثت لي واحد اش معناتها؟ باش يقتلنا باش يذبحنا باش يروحنا في الغابه؟ كي تولي فيها تجبد صغاري نهبط النيفو نتاعك، نهبط لمستواك، مستواك اللي انت مسلسه تحكي بيه في البلاتوات في التلفز وفي الراديوات وفي الانستغرام ونهار كله، وانت حقره العبيد في جبري وقعر ومرار البلايك وعزوزه وسمينه وما ادري شنيه، واخرتها ما اخرتها تحل فمك وتحكي على عشرتنا وتحكي لي انت تراب العشر ليه مدام
انت اخر انسانه تجم تحكي على العشاء. الحمد لله يا ربي انا صحابي ملي هما صغار توا مازالوا صحابي، والحمد لله يا ربي نتعاشر مع الناس بسنين وسنين وسنين. كان انا غداره بالرسمي كيما تحكي انا قلبي معبي عليك، لاني فضحتك من اول نهار، اما انا عطيتك سنين وعطيتك برشا فرص باش تتهد فيهم وتحط ساقيك على القاع، بعدتك بعد السماع على الوطا. وانتم ما تعرفوا لي ان عمري ما نجبد عليها، سامحني نتبع فيك على شنو صبغت شعري اكحل شعري اصفر صبغته، مشيت ركبت سيليكون في ترمتي. قل لي ترى شنو عملت؟ قل لي شنو اللي عملت؟ تبعتك فيش تعمل انا مريضه بيك يا اختي، انا شعري اكحل راه نحب نذكرك، واللي انا مترو 76 واللي انت مترو 65، ما نجموش نتقابلوا امان. انا وياك مانيش كيف كيف، انا ام ام وام زوز صغار اللي انا حسبته من نهار من نهارات هما يكونوا صغارك، خاطر كنت نقول انسانه هذيا ما لقاتش راجل وما عندهاش صغار صغاري هما صغارها. انت تعرف كان يعيطوا لك تتاما ويحبوك ويموتوا عليك. اللي تقول لي انا صغاري شدتهم عليك سي با فري، بناتي التوا يطلبوك ويحكيو معك ويبعثوا لك ميساجات وانت اللي ما جيتش شفتهم وما عمري ما كرهتهم فيهم. واكبر اكزامبل الناس نجموا يشوفوه معامله صغاري مع مرت بوهم، وكلكم بشهادتكم اللي صغاري يهبطوا تصور خوهم وتصور مرت بوهم وتصور بوهم ومرت بوهم تهبط تصورهم، وما عمري لنهار لمتها ولا قلت لها كيف تهبط تصور صغاري، حتى كعملوا تصويرة العائله معهم البيبي بارتاجيتها عندي، على خاطر انا ما نزرعش الحقد في قلوب صغاري. قول مسكينه ام، انا ام مثاليه والحمد لله يا ربي جبت فلوسي من عرق جبيني، ما مديتش لحمي بالرخيص اللي يسوى واللي ما يسويش، ما دخلتش رجال على داري. انت تعرف هذايا مليح، انا اذا عملت حاجه عملتها باغ امور، باغ امور عملتها. اذا انا اليوم حبيت راجل حبيت راجل بقلب، حبيتوش بمكتوب. فما فرق عزيزتي ما بين واحد كان يخرج معاك صاحبك وكليون يخلص فيك، تفرق ذا فيك فهمه مفهوم الحب الغالط. انت انسانه ما تعرفش العشره، تحكي على العشره والصحبه. حاب نذكرك يا مدام اللي نحيت لها راجلها كنت تقول عليها كي اختي، تمشي لدارها وتبيت بحذيها وتمسح لك دموعك كي قصيت مع صاحبك الكوارجي، وتكوش لها بنتها وتقول بنتي، وتمشي عندها للدار تاكل وتشرب من خيرها، وفي الاخر تنحي لها راجلها تقول انا كنت سبب، سامحني كي خرجت مع انا في باريس وما جيتش حليت لك ساقيك، سامحني ماكش طفله عمرك نهارين. الطفله هذيك خيرها في كرشك، كانت هزتك في عرسها، انت تقفلها في عرسها وتختار معاها في الروبه، تختار معاها في الديكور، تمشي معاها تسهر وتعنقها وتقول عليها اختي. انا اموا ما نحيتش راجل صاحبتي، انا اموا صاحبتي ما غدرتهمش ونحيت لهم رجالهم وفكيت لهم وتشتت لهم عائلتهم ونجري على خرابهم وطليقهم. فما فرق بيني وبينك يا مدام، انا وياك مانيش كيف كيف، انا عندي دي برانسيب، امي بابا ربوني على اخلاق، ربوني كي ندخل دار عبد نصونا كالدار، وكي ناكل خيرهم نقول الحمد لله يا ربي ونعطيهم بوسه في ريوسهم، الحمد لله يا ربي فماش صاحبه اليوم غدرتها. تحب تقول انا مريضه بالحقد؟ كان جيت انا مريضه بالحقد راني بذحتك من اول نهار، انا ضربتك بيه بكف. وحب نقول للعبيد قالت المدام هذي انا ضربتها بكف، انا ضربتها بكف خاطر المراه هذيا وليت شايفه روحها فوق السحاب، وليت المراه تخيل روحها فوق الناس، ما عادش فرق ما بين الاصحاب وما بين الفان نتاعها. تخلي واحده من المشاشويت نتاعها ولا الفان اللي لوجوا على مريم درشنوا. لا مدام مانيش كيف كيف، انا كنت حسبتك اختي، اما الاجور طيحني قدري تحب تحسبني واحده مش ليك، انا نهز يدي ونستويك ونحطك في بلاستك. انا اذا نعمل لك حاجه، انا كنت نشوف بيك وتحكي انا الشافور سي نورمال مدام، انا خاطر وقتها عندي كهرباء انت ما عندكش كهرباء. انت كان شريت الكهرباء عمرك 30 سنه ولا 31 سنه كي دخلت للتيلي، انا شريتها عمري 18 سنه الكهرباء، انا وقتها كرهبتي 18 سنه باهي ولا لا؟ كان انت كسبت توا الكراهه ونهار نهارين وتتصور الكراهه، الحمد لله انا كسبتها. واكس راجلي يعرفني كيعرفني عرفني بيان سيغي 3 كوبي اليبوك سومها، كي انا عمري وقتها 22 سنه سي مليون، انت وقتها تاخذ في تاكسيات. انا وياك مش كيف كيف، انا مدام بنت خير، انا امي بابا علموني شم كفوفي نشبع الحمد لله يا ربي، وربي حلال البيبان في وجهي خاطرني انسانه نظيفه
ما جريتش نجيب فلوس لحرام، ما خربت دار حتى حد. وقد ما طلعت هاني انا ما نحكيش مع مروه، خطلعش نهار سبيتها، طلعتش نهار ذميتها، هاني ما حكيتش مع الف ليله، مع امي ما ذميت حد. اما انت سامحني، نهار زيد الدقيق، نهار زيد الماء، نهار زيد الدقيق، نهار زيد الماء، وانا سبتت لك قلت تحش تو تحش تو تحش تو تحش تو تحش تو الشاي نفع ربي نفع ربي نفع ربي. عاد انا وخيتي مش عارف في الاخر توفى بالتهديد شنو معناتها، معناتها تعرضني في الشارع يجي اللي يلزق عليا وكها، معناتها شنو تحب، معناتها تحب تيح لي قدري نسكت لك؟ مي مادام اذا انا عديت لك بمزاجي شفت بالعشره، اما انت العشره ما شفتش بها مالوغوزمون، انت العشره ما تعرفيش، انت الصحبه مش موجوده في قاموس حياتك، انت الناس اللي فيهم بالفلوس باش يقعدوا معاك صحاب خاطر ما يستحملوكش وما يستحملوش هبالك وطبيعتك. مالوغوزمون انت ما تعرفش معناها صاحبه، صاحبه يا مدام معناتها وحده كي اختك، تبكي معاها تضحك معاها توسيها تقف معاها، نهار تقول اي راسي تلقاك عند راسها، انت حد ما يلقاك. وشوالي اكبر دليل صاحبتها ولدت ماهيش معاها، طلعت عم في عمليه على لي زبدو، هذه صاحبه نعرف اللي بعد هي صاحبتها باش تقول ليه ودرا شنو يدرا شنو. صاحبتي انا في اهم مواقف كيف نهيذو كون عند راسها، تحب نحكيو على الصحابه، صاحبتي كي تقول اي راسي ترقاني مجنده قدامها. ما لغز ما انت انسانه ايغويست، تحب روحك، تحب العبيد تقفف لك وتزيد تعفس عليهم وتملك فيهم ويستولك، تحكي انت انا قاعده نفضح فيك. انت المراه اللي فكرت لها راجلها خمسة ايام التالي، مثلها في شرفها، مثلها في عرضها، ما غزرتش لصغارها، قلت عليها تدروكي وعامله صاحب على راجلها، واللي انت باش تخرج تمرمدها، انت هكا تتشهر بالناس يا مدام، شبي الناس توكي شهرت بيك انت ما تحبش، علاش تحب تمنيك على الناس وتحب تذاهم وانت ما يحب يكلمك حتى حد؟ انا عملت فيك شنو كنت تعمل في خلق ربي؟ انا سمعتك الكلام اللي كنت انت قبل كنت عاير بيه الاخرين، اما انا سمعتك حقيقتك ما كذبتش عليك، انا وريتك حقيقتك للناس وحطيت لك حد مش مرجية قبل ما تخمم تسب عبد على انستغرام. تذكر كلامي، تذكر اللي فما مراه فحله خرجت لك وحطت لك حد، سبغي انا جبت برشا دوسيات كانوا بيني وبينك، اما انت لزيتني وخليتني نحكي عليه، على خاطر اشك فوا شد تمرش قالك كلمه صباح كلمه العشيه ترس ترد المثل ما يهوديه، وانا عديتك عديتك وعديتك شنهار واثنين وثلاثه، انا عندي ثلاثه سنين نعديلك، ثلاثه سنين وانا نوصى في بالي ثلاثه سنين نقول به هي سوسه ميسالش مدرش درشني درشني درشني، وجاتني الف فرصه وتعرفت معاك وطلبت سماح على انستغرام وباقي شيء. حاب نتذكر حاجه قالت لك المدام كانت عملت لي شهريه، بالحق انتم خدتكم ترافية قاعده تو بعد مريم نعيش في بيت شعر، انا تو نعيش في بيت شعر وناخذ في النقل الريفي، بالحق خاطر انا مدى يدي للطلبه باش هي تعطيني شهريه. مدام كان انت عندك موجيله انا عندي اربعه مناكل، كان انت تو شاريا كرهبه انا عندي تو تو قدا عمري 36 عندي 18 سنه وبني بديت نكتب فيهم الكراب، كان انت الكراب تو في، كان انت في بالك واحد يمشي لدبي في عفسه، هي مش عفسه مادام الفواياجات تو حتى شهر يسافروا معناتها، وتقول لك تحب نتبع ريتم دو في نتاعك، ربي فاش نحب نتبع ريتم دو في نتاعك، اعطيني فاش، قالت لك دارها كي داري، انت صارتك اختي حمراء انا صارتي هاي بيضا، لا داري كي دارك ولا ذوقي كي ذوقك ولا حديثي كي حديثك ولا تخميمي كي تخميمك ولا شخصيتي كي شخصيتك. انت انسانه حسدتني انا خاتني متصالحه مع روحي، خاتني متصالحه مع روحي، حسدت لي عن النعمه هذه النعمه الوحيده، خاطر الناس تحبني لذاتي، مانيش خاطر نهدي لهم ولا نسفر لهم ولا نعطيهم الكادوات باش يقفوا لي، انا الناس تحبني لذاتي، انا نفرح كي عبد من اصحابك يعرضني يقول لي يا سوسن بعدك هي راهي ضاعت مسكينه ولات تسخف بعدك انت خاطر انت كنت ترزن فيها ضاعت. ها هيك قولي شوف حالتك كيف، قلت انت هربت بيه ليه مادام هربتش بيه؟ انا هي اللي هربت بيك، انا هي اللي هربت بيك، الحمد لله يا ربي قاعده نطلع في الدروس درجه درجه، اما انت بدي شوفت بيك تعرفي روحك،
تدن في تمتك بالكريمة. وصلت تعبت بتونس كونتاكتي مون اجون تطلب الخدم. ريتش نهار انستغرام حتى بربي هاو نمرو تليفون كلموني مش نخدم. ولا واحدة عاو انت تعبت بتونس تطلب في الخدم. بربي خدموني. سمحني الانستغرامات بروفيسيونيل ما تطلبش تخدم. واحدة وحدهم يبعثوا لها فما مي يبعثوا عليه. تحكي على زعمة هي ياسر 3 مليون وانا زعمة 400 ولا 500. حب نعلمك يا مدام في تونس توا انا مطلوبة اكثر منك وعندي روتور اكثر منك. داير فيك ما عندكش فكرة على الماركتينج مش راهي بالنبغة متاع الفولورز بالروتور يا مدام. حب نعلمك تيجي صحيح يكون عندك 3 مليون اما تنفخهم وتشرب ميهم خاطر 2 مليون مش ريين والان مليون يتفرجوا في ترمتك وبزيتك تدهنهم بالكريمة. شفت معناتها الكونتنو نتاعنا مش كيف كيف انا وياك مش كيف كيف. انت تحكي على قاتلك برا وين انا عندي البرا. سامحني شنو البرا شنو اللي بخدوي اللي قاعد تعمل عليهم في البو شنو كريمات تكبر التلمة معناتها وين عاش ولا قاتلك حسي شنو بختك واه معناتها. اما انا جيت بحديك لفرنسا وشفت الاسويم اللي تخدم بيهم تخدم امان 400-500 يورو تحكي عليهم معناتها. انا بيت زميني قاعدة لهنيا ما نخدم على روحي ما نبرمتش كيفك. تتي ما لقيتش بلاد تستقر فيها. لا تونس لمتك لا فرنسا لمتك لا دبي لمتك وانت مشتة من بلاصة لبلاصة نهار كل وانت تنبش ورا الناس. العبد تلقى عنده الحاجة باهية تحب تفك هيلو اخرها من اخرها واحد من بهلا الاخرين ابارك البوهيلي هذيك راجل صاحبتها هذيك بوهيلي هذيك على جنب هذيك بوهيلي على جنب. فما بوهيلي واحد اخر معرف شمت عليه الفلوس راجل معرف شدته هك عرفتك اللي عبد شدته في المنديف عملت عليه منديف خربت له حتى هو داره. الطفل اللي هو طلب يهدد خربت له داره طلبني ريت كي انا عبدت ستوري طلبني صباح شو وريك طلبني قال لي سامحني غلطوني قال لي غلطوني وهكا 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 وراهي لعبت لي بمخي وراهي ضيعتني على داري وخلت ليش مخ وما عملت لي درا شنو وراه وين فلوسي ضاعت عليها وقال لي ما قعدتيش مخ. وحسبي ربي كان انا نزيد عليها كلمه ولا نزيد عليه هو كلمه وكل شيء مسجل راه كي كلمني مسجل وكي طلب صبري مسجل كله مسجل عندي في التليفون وكله موثق كله. وقال لي البيراتاج تاعك تاع الكونت كنت وراه هي جيتني قال لي تتسلوس وتتبهنس اما نحب نبيراتي لها الكونت خاطر هو قال انا نعرف شكون يبيراتي كونت. اش معناتها؟ قال لي تحب تنحي لي رزقي ورزق صغاري. شفتني مراه شريفه عفيفه نصرف على صغاري بعرق جبيني نورمالمون انت تقول هذاك مورد رزقها ورزق صغارها مش انا صغاري ما نحرمهم من شيء. وكي يخرجوا للشارع يبداو هما فرحانين بامهم اللي فماش حد نهار تحكي على شرفها. تجي انت النهار تحكي لي على شرفي انا. شرفك بعيد يا مدام بعيد بارشا. انا بنت المصمودي حاب نقول لك بنت المصمودي انا بنت خير وبنت ناس. مش معناتها بنت خير وبنت ناس معناتها انا راني مليارديره وكل. انا بنت خير وبنت ناس خاطر بابا وامي علموني قيم ومبادئ واخلاق وعلموني زادا اللي نبش ورايا ناخذ حقي بيدي وعندي لسان نجاوب بيه ونجم نخرج لك حتى عينك. قلت بالك انا راني باهيه وناس مليح على الاخر على الاخر على الاخر على الاخر على الاخر على الاخر. اما اللي يمسني صفر له بروح مش صفر له بروح معناتها نقتله معناتها نحطه في الثنيه ونحطه بالثنيه باللي يحب هو راه ما نخاف من حتى حد. انا تعرفك المراه الحربيه شنو تحبوها ضربوني تحبوها مراكز معاك تحبوها انستغرام تحبوها ميديا تحبوها كل شيء